الشباب. السلام عليكم. غدا سعيدة إن شاء الله. تعملوا ريفريشمنت وتستعدوا المتبقي من العالم. النهاردة إن شاء الله نشوف البراكتيكال بتاع الأسبوع بكل خدنا المصل بتاع الفيس والسكاب وأخدتوا التمبرال والإنفرا تمبرال الخاص. هنركز على الجزء الأولاني من اللاب على البراكتيكال الخاص. الجزء الثاني هنعمل ريفيجن عن السكال اللي خدتوها امبارح لاهميه السكال. السكال دي مهمه جدا. فلو نفتكر مع بعض احنا قلنا عندنا كام ميجور 3 ماسلز اوف ذا فيس؟ كام؟ ماسلز اوف ذا فيس الميجور ثلاثه الكبار اللي احنا هنحفظهم. اراوند الاي اسمها ايه؟ اوربيتالاريس اوكيولاي اوربيتالاريس اوربيتالاريس اوربيتالاريس. يبقى دول الثري ماسلز المهم في الفيس. لو لقيت في السبيسمن عينه ماسل اراوند الاي تبقى اوكيولاي، اراوند الماوس اورس، في التشيك تبقى الباكسينيتور، زائد الارتر اللي كان بيمشي تورشوس كده اسمه ايه؟ فيشل. فيشل. بقى في الفيس عندنا فور سبيسمن، الفور ماسلز زائد الايه؟ الارتر. يجي عليهم اي سؤال بقى زي ما انتم يعني يجي ممكن يجي عليهم سؤال الماسل اكشن. المصل اللي هو سبلاي الفيشال ارتري برانشز ان ذا فيس الفيشال ارتري اوريجين تمام حسب حاجه تبع مقرات المصل. يعني نظام الامتحان بتاعنا اول مره لسه اول كورس اناتومي فعليا يعني يجي السبيسمنت معاه سؤال تاني يعني مثلا مصل اكشن ارتري برانشز او اوريجين او ترمينيشن فين تريبيوتريز يعني لازم يجي معاه سؤال. البون مثلا ما سي هناخد البون الهيومرس والبون بتاع الابر واللور ريم مصل البون اسمها رايت او ليفت مثلا ولو في ستراكشر مصل اتجد ليها حاجه زي فاحنا قلنا هي 3 مصل بتاعت الفيس والفيشال ارت. في التمبرا الفصه والانفرا تمبرا الفصه انتوا خدتوا كام مصل؟ في مصلز مستكيشن اربعه اللي هم ايه بقى؟ ماستر ماسيتا ماسيتا والباكسينيتور والتم باكسينيتور غلط ماسيتا تيمبوراليس وفي اللي هو وفي اثنين تريجويد ميديال تريجويد لاترال تريجويد تمام. طب نعرفهم ازاي في العمل دي؟ التيمبوراليس دي اسمها التيمبورال فوسا المسكل المصل اللي هنا اللي فوق زي جيوماتيك ارش زي جيوماتيك ارش فوق زي جيوماتيك ارش اسمها التيمبوراليس مصل. ادي اول مصل. المصل الثانيه العلماني من بره مصيده اللي هنا جينا ساعتها لما قلنا دي المصل اللي متغطيه بيه فاشل من الفيس المصيده المصل يبقى فوق تمبرالز تحت مصيده. عندي اثنين مصلز بقى جوه الانفرا تمبرال فصه لما انا اشيل المانديبل او اكسر المانديبل يبقى اللي هي بره الريمس اوف مانديبل منطقه اسمها الانفرا تمبرال فصه. عندي فيها تو مصلز التو مصلز اللي هم ايه؟ واحده اسمها ميا تريجويد التانية اسمها لاترال تريجويد. طب اعرفهم ازاي في العمل ما تلخبطش؟ شكل المانديبول المانديبول اهي دي المانديبول تمام. زي ما قلنا كده المصل اللي بره هنا اللي بره مصيده. طيب تعالى شوف بقى المصلز اللي جوه عشان في مصل جوه لازم اكسر المانديبول فبشيل المنطقه دي واسيب النك بتاعت المانديبول بس. بقى عندي كده المانديبول اهو مكسور اهو وادي الهيد والنك في مانديبول. الاقي في تو ماسلز ماسل فوق ماسكه في النك وفي مانديبول وماسل تحت المفروض مكانها ماسكه في الميديال ماستك اوف ذا ريموس تحت هنا. يعني هو كمان تف في المانديبول المندبل اهو يعني دي واحده فوق واحده تحت. اللي ماسكه في اللاترال تريجول اللي ماسكه في النيك اوف مندبل اسمها لاترال تريجول والماسكه في او مكان الماريمس ميديا تريجول. يبقى اللي فوق لاترال واللي تحت ميديا هتلاقيهم في السبيس كده في العينه كده ماسل فوق وماسل تحت
جوه الانفرا تمبرال فوسا بقى يعني الاقي المندل المكسور والاقي كمان الزيجومنت الفاشل مش موجود الاثنين مش مكسورين عشان ابين المنطقه اللي جوه فلاقي في مصل فوق مصل فايبر ماشي كده رايح على النيك اوف مندبل ومصل تاني نزل تحت على 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 الريبوس اوف مندبل او مكان الريبوس اللي فوق لاتر تريجويد واللي تحت ميديال تريجويد يبقى عندنا فور ماسلز تمبرالز مصيطه دول من بره من جوه اثنين لاتر لفوق ميديال تحت بخلاف بقى المصلز عندنا ايه في الانفرا فوسا عندنا تو نيرفز مهمين جدا وارتري تو نيرفز وارتري التو نيرفز اللي هم اسمه لينجوال نيرف وانفيريور الفيولار نيرف والارتري ماكسيلاري ارتري طب اعرفهم ازاي في العملية اللينجوال نيرف ودي في الفيولار نيرف ابوهم مين الفيشل ابوهم المانديبولار نيرف ابوهم المانديبولار نيرف امسك بقى كده خالص برضو بيبانوا بعد ما اشيل المانديبول واشيل زي ما نفس المنظر ده هلاقي في عندي هنا نازل ده كده الاب الكبير اللي هو مين المانديبول المانديبولار نيرف بيبقى قريب في بعض الاحيان هلاقي في تو نيرفز نازلين نيرف نازل على المانديبول تحت ونيرف فوق المانديبول رايح على الطن لفوق يعني واحد فوق واحد تحت اللي فوق ده لينجوا واللي تحت انفيرو القلب انا عندي تو نيرفز في الانفرا تمبرال فوسا نيرف رايح على المانديبول وهو اللي تحت يبقى اسمه انفيريو الفيولار نيرف ونيرف رايح على الطن هو اللي فوق لينجوا نيرف والاثنين ابوهم مين المانديبول المانديبولار نيرف يعني ممكن في الاكزام اجيب لك المانديبولار نيرف نفسه او اجيب لك اللينجوال نيرف او اجيب لك اي حد فيهم تمام طب الارتري لو فاكرين لما قلنا عندنا حاجه اسمها اكسترنال جراند ارتري بيخش جوه البارت جراند بيتقسم في ارتري كان بنحسه هنا اسمه ايه تمبرال ارتري سوبرفيشال تمبرال ارتري اللي هو ده دي اخ توأم اخ توأم بس بيخش جوه الانفرا تمبرال فوسا دي اسمه ايه بقى ماكسيلاري ارتري يبقى الاقي التقسيمه كده ارتري جاي من تحت متقسم واحد طالع لفوق مفيش تمبرال واحد داخل على المن على الانفرا تمبرال فوسا اسمه ماكسيلاري ارتري يبقى الانفرا تمبرال فوسا فيها بخلاف التو ماسلز اللي قلناهم تو نيرفز لينجوال فوق انفيرور الفيولار تحت وابوهم المانديبولار زائد ارتري اللي هو اسمه ايه الماكسيلاري ارتري واضح؟ يبقى احنا كده ده اللي هنشوف في العمل دلوقتي. هنشوف الثري ماسلز بتاعت الفيس معاهم الفيشال ارتري وهنشوف الماسل بتاعت الماستيكيشن الاربعه واللينجوال نيرف والالفيولار نيرف والمنزله دي. نقسم مجموعتين بقى كده اول مجموعه اللي قدامي تقرب عليا. دكتور ممكن اصور بقى وين الاول كده ادي ده السبيس اللي عندنا ادي الفيس لما اقول لك فين المصل هي اسمها ايه اللي حوالين الاوركيولاي طب لو عاملين الماوس اورس اورس طب فين بقى الباكسينيتور هل هي دي لا ولا اللي جوه جوه الداخليه امال مين اللي مصل اللي بره دي مستر 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 عند المانديبل هي خلاص يبقى انا عندي دي اسمها الاوبلاس اوكيولاي دي الاورس اللي جوه الباكسينيتور واللي بره المستر اللي حوالين الاي اوبلاس اوكيولاي اللي حوالين الماوس اورس المصل اللي جوه باكسينيتور واللي بره مستر امال مين ده بقى اللي ماشي تورش واس ده لونه احمر ده هذا ال فيشال ارتري فيشال ارتري ده الفيشال ارتري جاي من الاكسترنال كارد الارتري بيبان ان هو لونه متلون احمر وماشي تورشوس مش تورشوس زي ما قلنا عشان اكستنشن ايوه الفيشال ارتري طيب امال مين دول بقى البرانشز الصغيره دي دي كلها برانشز اوف ذا فيشال نيرف عشان فيشال نيرف اللي بيغذي الفيس كان قلنا خمسه برانشز كده تمبرال وزيجوماتيك وبكل ومانديبولار وسيرفايكال هم الخمسه دول ادي واحد من ده مثلا التمبرال
ده زيجوماتيك، ده البكال، ده المانديبولر، وتحت هنا السيرفايكال يمكن هو ده هو. لا تحت شويه، مش 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 مطلوب منك تعرف اني واحد بس، تعرف بس دي كلها برانشز اوف ذا فيشل نيرف. يبقى انا عندي هنا المصل كاسكوفيلار، هو الفيشل نيرف نفسه جوه، هو المانديبول، هو هو الروتس جلاند. بيتقسم بقى هنا للفايف تيرمينال برانشز، من ضمنهم دول ده التيمبولر، ده الزيجوماتيك، ده البكر. تمام. يبقى ادي المصل دي بروكاس اوكيلاي، اورس، باكسينيتور، ماسيتر، فيشيال ارتري، والبرانشز اوف فيشيال نير. طيب نشوف صور واحده اوضح سنة مبينه بقى المصل. اهي شايف مصل فايبرز حوالين الاي اي، ايه بقى اوكيلاي. طب اللي حوالين الماوس دي اورس. تمام. طب ديت باكسينيتور، ودي ماسيتر. ففين بقى هنا اوضح من دي؟ ادي وين الماسيتر؟ باكسينيتور اللي جوه، مصل اللي جوه دي. هنا مش واضحه، هنا مش واضحه انها متغطيه بالفيشر. هنا بقى شلت الفيشر الارض، شلت كل حاجه وبيناها. ادي الاوكيلاي اورس، دي اللي بره على المانديبل، ده مانديبل اهو. يبقى اللي بره اسمها ايه؟ ماسيتر، واللي جوه باكسينيتور. واضح؟ سهلة. طيب نشوف اللي بعدها كده. المصل دي مين؟ اوربيكولايز اوكيولاي. طب اللي حوالين الماوس وورس. طيب ودي باكسينيتور. خلي بالكم هي داخله على مين؟ على الاوريكس، على على الماوس. على الماوس خلاص، يعني عشان ما تلخبطش. شوف بقى واحده جنبها هتلخبطنا. المصل راح على الماوس باكسينيتور من جوه دي. طيب دلوقتي انا شلت شايل جزء من الريموس، وشايل عشان يبين الميديا بتاعت الريجوايد. شايفين المصل دي؟ واحده فوق واحده تحت. يبقى اللي فوق اسمها لاترال تريجويد، واللي تحت ميديا تريجويد. اي التو ماسلز هم، في مصل رايح على النك اللي فوق، مصل رايح على الريموس تحت. يبقى دي مين؟ لاترال تريجويد، ودي ميديا تريجويد. بتلخبط فيهم بقى. شايفين الثالثه؟ باكسينيتور. يبقى واحده رايحه على الماوس باكسينيتور، اللي رايحه على النك اوف ماندبول اللي رايح على تريجويد، واللي تحت ميديا تريجويد. واضحه؟ دول ادي تو ماسلز اهم. المصل رايح على النك اوف ماندبول لاترال تريجويد، ورايح على الريموس من تحت ميديا تريجويد. شلت جزء من الريموس خلاص. طب المصل رايح على الماوس باكسينيتور. طيب قلنا ان في عندنا تو نيرفز، واحد فوق واحد تحت. نشوف كده لينجوال. شايفين التو نيرفز دول؟ مين اللي تحت؟ اللي تحت انفيريور البلا، رايح رايح على الماندبل، هو داخل على الماندبل. واللي ده رايح على الطنج، ده اللينجوال. لينجوال يبقى ده الانفيريور البلا رايح على الماندبل، داخل جوه الماندبل، بيخش جوه الماندبل. وده الانف... ده اللينجوال. يبقى ده الانفيريور البلا نيرف، وده اللينجوال نيرف. تمام. طيب فاضل الارتري. ادي اكسترنال كورد ارتري، اتقسم للاثنين اخوات التوأم. واحد فوق اهو اللي قدام الايه اللي نحس بيه، كل حسنا بيه سوفيشال تيمبرال، والتاني داخل جوه ماكسيلاري ارتري. ده ماكسيلاري ارتري. يبقى هنا انفيرور الفر لينجوال، ده ماكسيلاري ارتري. نقول تاني، ده اكسترنال كورد ارتري اتقسم لاثنين، اللي فوق ده سوفيشال تيمبرال، واللي تحت او اللي داخل جوه ماكسيلاري ارتري. وانا دكتور انا شايف مش اسمه سوفيشال تيمبرال، وده المكسيكي. هما الاثنين اتقسموا، واحد طلع لفوق فوق زيجمات الارش قدام الاوريكل، والثاني متقسم من جاي من اكسترنال كارت الارت، والثاني اللي هو ده المكسيكي ارت. نعم. الشريان الاساسي اللي تحت ده اكسترنال كاروت ارت، اكسترنال كاروت ارت ده سوبرفيشال تيمبرال، وده المكسيكي. يبقى هنا ادي في الافضل لينجوال مكسيكي ارت. طيب نشوف عينه كمان، ده فوق ولا تحت؟ مع واحد اهو والتاني اهو، ده فوق ولا تحت؟ لينجوال. ده لينجوال، وده انفيريور الفر. امال الارتري ده ماكسيلاري. ماكسيلاري وده فيش. هنا اوضح، شايف بقى التقسيم اهو، اكسترنال كورد ارتري تقسم لسوفيشال تيمبرال وماكسيلاري. عشان افرق بين الارتريز هنا والنيرفز. الارتري هتحس ان هو مدور وليه اليومن. حلو. بس اما النيرف مصمت واصغر شويه واصغر حجم. مظبوط. تمام كده يا دكتور. الارتري يبقى شايف راوند،
تحس ان هو ليه يومي، بس طبعا اليوم مش باشا خاطر انت حتى بتستكت تحس ان ليه يومي. اما النيرف مصمت همزه كده احساس انت ماسك سلك كهرباء، كابل كهرباء وخرطوم ميه، خرطوم ميه في اليومي، كابل كهرباء مقفول، الاثنين حجم واحد بس انت احساس بايدك اللي بيفرق. نفس الفكره هنا، ده الارتري ده اليومي، شوف حتى هنا ده اليوم بتاعه ممكن واضح قوي، اما ده نيرف، ده نيرف، يبقى ده الانفيرو الفيرو نيرف، ده اللينجوال نيرف، ده الانفيرو الفيرو نيرف رايح على المانديبلا، المانديبلا مكسوره وداخل فيها الانفيرو الفيرو، وده الماكسيلري ارتري سوفشال تيمبرال ارتري، التقسيمه كسانك كاروتيد سوفشال تيمبرال ماكسيلري ارتري، واضح؟ نشوف بقى اخر واحد ده نفس الفكره برضو، بس احنا شايلين المانديبل بقى عشان لخبط اكتر، بس عشان اتلخبط من حافظنا اللي تحت يبقى اسمه ايه؟ انفيرو الفيرو، واللي فوق لينجوال، اللي تحت انفيرو واللي فوق لينجوال، والارتز ادي اكسترنال كاروت ارت اتقسم واحد اهو والتاني جوه، هذا الشامبرالي وهذا السوشيال تمبر، شوف تاني كده ادي اكسترنال كاروت ارت اتقسم السوشيال تمبر والمكسيلري، ده انفيرو الفيرو ده لينجوال، تمام؟ ده الاكسترنال كاروت ارت اتقسم السوشيال تمبر والمكسيلري، وده الانفيرو الفيرو نيرف، ده الانفيرو الفيرو نيرف هو ده، وده لينجوال، واضح؟ اخر حاجه بس كان في عينه دي نفس الكلام بس على بلاستيك بقى، بس اسهل انه اصفر واحمر، اصفر يبقى نيرف، احمر يبقى ارتري، نشوف كده ادي تو نيرفز هم تحت وفوق، يبقى ده مين؟ وده لينجوال. طيب ابوهم بقى باين هنا منديبولار، ده ابوهم اهو، ابوهم اللي جايب اللوي جايب الاثنين دول، يبقى ده المنديبولار نيرف اللي هو ده الترانك اللي اتقسم بقى ادي في الالفلر وايه ولينجوال. طيب الاكسترنال كاروت ارتري اتقسم لواحد اللي فوق ده مش هتبر، واللي داخل جوه ده ماكسيلري ارتري، نفس الكلام بس ايه يمكن هنا اعتقد هنا اوضح، هنا اوضح من البلاستيك، بس شفت شوف واضح؟ مجموعة تانية؟ شايف ده المنديبولا نيرف بيدي بلاشز كتيرة بس أهمهم ده، واحد تحت ده رايح على المنديبولا ورايح فوق، واحد اللي تحت اسمه الفيرو الفيرو واللي فوق لينجوال، زي ما اتفقنا. طب ادي الارتري، شوف سنتر وان ارتري بيقسم الاثنين مش هتنفر قدام الاوركل، هنا مكان الايد قدام الاذن، ايوه هنا مكان الايد، بيدخل جوه ده مكان ركان. شوف المجسم وكتابي، انصح نظر المجسم السكالب وشوف كتابي، تفضل دكتور. الاول كده ادي لما قلنا في مصر حوالين الاي بس اسمها ايه؟ الاوربيكولاريس اوكولاي. طيب حوالين الماوس اوربيكولاريس اوريس اوريس، تمام؟ اللي هنا الباكسينيتور، الداخليه هي الباكسينيتور، دي الباكسينيتور ودي واللي برا الماسيتر، يبقى دي الباكسينيتور اللي جوه واللي برا دي الماسيتر. امال مين اللي ماشي تورشوس ده؟ تورشوس ارتري، ده الفيشيال ارتري، الفيشيال بالضبط، فيشيال غير فيشال ارتري، تمام؟ يبقى دي المش تورش واس شايفينه اهو فيشال ارتري، حتى متلون لونه احمر غالبا، عينات الباسنت غالبا متلون غالبا، يبقى دي المصل اوربيكولاريس اوكيولاي، دي اوريس اوريس الجوه الباكسينيتور اللي بره الماسيتر فيشال ارتري، تمام؟ امال مين دول بقى البرانشز الصغيره دي؟ البرانشز اوف ذا فيشال نيرف، فايف تيرمينال برانشز، تيمبرال وسيلاجوماتيك وبكال ومانديبولار وسيرفايك، تمام؟ دول اللي هم الفايف تيرمينال برانش، خمس برانشات هم اخر اخر خمسه، هم الفيش نيرف يعني برانش كتيره، بس دول الفايف تيرمينال برانش في الفيس، يعني كده يعني هذا كده بالظبط كده. ايوه يبقى تاني ادي البوكاس اوكيلاي اورس جوه باكسينيتور ماسيتر فيشال ارتري برانشز فيشال. طيب نشوف حاجة أوضح أكتر شوية، هبيني بقى المصل نفسها، أدي المصل أهي، شايفين المصل فايبرز حوالين الأي؟ دي الكريز أوكيولاي. طيب
واللي حوالين الماوز اورس اورس اللي حوالين الماوز واضحه جدا الفرق بين حوالين الماوز. طيب هنا وضحنا اكتر بقى الباكسينيتور والماستيتس. اللي جوه اهي باكسينيتور واللي بره ماستيتر. معلش هنا ادي الباكسينيتور وادي الماستيتر. في واحده داخليه لجوه قريبه من الماوس الباكسينيتور، والثانيه اللي عند المانديبول فوق المانديبول اللي اسمها ايه؟ عند الرامس. عند الريموس. عند الريموس. تمام؟ يبقى ادي الباكسينيتور وادي الايه؟ الماستيتر. الماستيتر ماسلز. نعم. اللي هنا ما توضح هنا اشوف المانديبول. عشان ابين دول لازم اخسر. شيل المانديبول كله. شيل المانديبول. طيب نشوف اللي بعدها كده. نفس الفكره، ادي مصل حوالين الاي. يبقى اسمها ايه؟ الاوكيولاريس. طب حوالين الماوس؟ اوربيكولاريس اورس. طيب فين بقى المستشفى هنا؟ مش متشال المستشفى. ايوه. اللي باين هنا كويسه قوي الباكسينيتور. الباكسينيتور. شايفين رايحه على الماوس اهي. ايوه. دي الباكسينيتور ماسل. هي من الماستيكيشنز ماسل اساسا. مو بالباكسينيتور متبع؟ ممكن تترك هنا. طيب خلاص دي اسمها ايه؟ الباكسينيتور ماسل. صوت الماسل عشان نركز شويه. رايح على مين؟ الماوس. على الماوس. لو دلوقتي هتشوفوا اثنين ماسل جنب بعض، شايفين الماسل اللي فوق دي؟ ادي الماسل كسرناها. باين النك والريمس، جزء من الريمس. في ماسل رايح على النك. اسمها ايه؟ على اللينجوال. ماسل. لاترال كلينجوال. ماسل ماسل ماسل. ماسل رايح على الريمس. من جوه الميديان. شايف دي رايحه فين؟ على الماوس. باكسينيتور. يبقى هنا كده اهي. ادي في ماسل اهي رايح على النك وفي ماندبل. فوق ومصل رايحه على الريمس من تحت. دي لاترال تريجويد ميديال تريجويد. شايفين رايحه على الماوس؟ حلو. هذه ماوس باكسينيتور. يبقى هنا عشان ما اتلخبطش من ثلاثه، واحده رايحه على الماوس يبقى باكسينيتور اعصاب. طيب الثانيه رايحه فوق على النيك اوف ماندبول لاترال تريجويد، ودي ميديال تريجويد. كده نازله على الريمس. واحده كده فوق، واحده تحت، واحده جايه عكسهم بقى، اتجاه عكس اتجاه ورايحه على الماوس. جميل. واضح؟ طب نشوف كده. احنا قلنا في عندنا تو نيرفز. ادي في نيرف تحت ونيرف فوق. النيرف ده رايح على المانديبول، داخل جوه المانديبول، ده اسمه انفيريور الفولار نيرف، وده لينجوال نيرف اللي فوق. ادي الانفيريور الفولار نيرف، لينجوال نيرف. واضحه جدا، ده النيرف داخل على المانديبول اللي اسمه انفيريور الفولار. ايوه ايوه. واللي فوقيه ده رايح على الطنج. الطنج هنا بقى هم اسمه لينجوال. لينجوال. اه تمام. طب ما فين الارتريز؟ هيك سانكرو ارتريز يتقسم الى تو برانشز، ده سوفيشال تمبرال قدام الاير اللي حسيناه ده، واللي داخل جوه ده اللي ورا المانديبل ده ماكسيلري ارتري. يبقى ده اكسترنال كاروتيد ارتري يتقسم لسوفيشال تمبرال ارتري وماكسيلري ارتري. دكتور معلش، الفرع الاساسي هذا اللي الارتري شو اسمه؟ اكسترنال كاروتيد ارتري. اكسترنال كاروتيد ارتري. تمام. يبقى ده اكسترنال كاروتيد ارتري يتقسم الى اثنين، سوفيشال تمبرال وماكسيلري تمبرال قدام الاير، ماكسيلري داخل جوه الاير. ولا تو نيرفز في الارفع تحت لينجوال فوق. طيب نشوف حاجه ثانيه نزود شويه في الصعوبه. او ده مين ده؟ رايح على فين؟ اه لينجوال. لينجوال رايح على الطنج اهو تحت، وده مانديبول. مانديبول اهو انفيريور الفيرو. يبقى ده لينجوال نيرف، ده الفيرو الفيرو. طب شايفين اكسترنال كاروت ارتري اهو ده. ايوه. اتقسم بقى الاثنين، واحد طالع لفوق شالتمبرال والثاني ده اللي هو. طب سؤال دكتور، الحين المانديبل نيرف الاساسي وين؟ مفيش حاجه اسمها المانديبل. لا فوق ده، جوه جوه الاساسي. من جوه؟ من جوه فوق هيبان على البلاستيك. تمام. نقول ثاني، ادي الاكسترنال كاروت ارتري اتقسم الى اثنين، شالتمبرال ارتري وماكسيلري ارتري. اللينجوال نيرف وانفيرو الفولار نيرف. ما تلخبطش، اللي داخل المانديبل يبقى انفيرو الفولار. اللي فوق يبقى لينجوال. واضح؟ اخر سؤال معلش دكتور، هذا معلش هذا شو اسمه هذا؟ هذا في برانشز بقى ثانيه صغيره. ايش اسمها؟ انت مش اوكي اوكي، ما لنا علاقه، لكن احنا على علاقه بالمانديبل لينجوال واللينجوال والانفرا انفيريور. نفس الفكره برضه، بس احنا شايلين بقى المانديبل خالص. بس في واحد تحت اهو، واحد فوق. نفس الفكره. يبقى اللي تحت مين؟ الانفيرور. واللي فوق واللي فوق على طول اللينجوال اللي يودي للسان. شايفين شايلين هنا شايلين المانجل اصلا، باين جزء منها بسيط. ادي الانفيرور الفولار نير وادي اللينجوال. طب مين ده؟
هذا الاكسترا كاروتيد ارتري اللي يطلع فوق على طول، هذا السوبر فيشل واللي لم الخد هذا المجزلة. السوبر فيشل تيمبرال ده ده المجزلة بقى ابوهم بقى اكسترنال كاروتيد ارتري. واضح؟ طب نشوف بقى البلاستيك ديت نفس الفكرة، أو واحد تحت واحد فوق، يبقى اللي تحت ده مين؟ inferior alveolar، واللي فوق واللي فوق اللي هو lingual. فين بقى ابوهم باين هنا؟ شايفين ابوهم ده؟ هو ده ده المانديبولار نيرف داخل بس ورا الكاميرا تعالى شوف الكاميرا ده المانديبولار نيرف خلاص؟ ده المانديبولار نيرف هاي اللي طلعت منك هاي هيتقسم كتير بيدي برانشز كتيرة بيدي من ترانك اثنين وانتيود فيجن ثلاثة وبسيود فيجن كتير بس يهمني دول inferior alveolar nerve lingual nerve. هم طب مين ده؟ سمى كاروتر قسم لواحد فعلا فوق اهو داخل جوه ده مجزلري نفس الفكره اهو سمى كاروتر ارتري قسم لسوفيشال تيمبرال وايه مجزله مجزلري ارتري. يبقى كلام هو هو بس احنا بنشوف اكتر من شكل عشان الموضوع يبقى ايه سهل يرسخ سهل خلاص. بقى عرفت النيرف اللي فوق لينجوا اللي تحت في الارض الارت اللي جوه معاهم يبقى مجزلري اللي طالع فوق كده سوفيشال تيمبرال الماسلز اللي حوالي الاي اوكيولاي ماوس اورس اللي بره مس مسيتس تمام اللي جوه اللاترويد وتحت مين الترويد في موسم تانية اللي هي دي اسمها التيمبراليس موس تيمبراليس موس دي فوق زي جوماتيك اشر واضح كلام سهل نرجع مكاننا بقى. لكن طيب دكتور سؤال الحين شلون لو بفرق بين الارتري وعلى الموديل الحقيقي ده افرق بين الارتري والنيرف؟ ما انت اولا لما كنت هذا اتوقع في واحد بروفيشنال احسن الارتري شكله في اليومي يعني في فرق بين ده وده ده مصمت لما ده شيء فيه تحس ان هو كنت تخين شوي مش شرط تخين كل اليومن يعني تحس ان هو ليه في شيء اليومن شوف 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 ايوه شوف هنا في فراغ شوف ايوه في اليومن حلو جميل شكرا دكتور ما قصرت لا مكانكم بقى في الخطه اللي كان عايز استخدمها لا اسمع الاسماء خلي يعلمنا بعد ترجون شاب جايز والله انتم كثارين اليوم اشرحها زين لا ممكن تستيل هذا شنو وقت ما خلصت هذا الحديث ما خلصت هي اصلا الميديا داخل جوا الاختبار يجي لإما حاجة زي كده هجي لك مثلا مصر من ماستيكيشن قال لك مصيدة لك يوم دي كده ولا صور؟ لا دي صور مين؟ فهو ما نادري صورة عشان الاختبار عندي جامعة تورين؟ بيجي مارك على المصر قال لك مصر اسمها ايه المكسيدة المصر قال لك نيرف منشن نيرف سبلاي منشن في اكشن لازم معاها سؤال سواء بقى على بلاستيك او على بلاستيكيز دكتور الاسبوع قول بقى الجزء التاني اللي احنا هنعمل ريفيجن على امبارح يا ريت ريفيجن على السكال بسرعه كده